بما ان المغناطيس ما بيلزقش على الصواني، اذا الصواني دي 18/10 وخامتها نضيفه جدا. ده المغناطيس اهو تمام، بنختبر بيه اي شغل بيجي عندنا المحل، اي صواني بنختبرها بالمغناطيس عشان نعرف صواني كويسه ولا. طبعا الصواني ما شاء الله عدد الاختبار الحمد لله ما بندخلش المحل عندنا غير شغل محترم جدا. قبل ما نبدا الفيديو ونعرض السبع اشكال، اللي حابب يعرف سعر الطقم لازم يبعت لنا سكرين شوت بالشكل بالتحديد، سكرين شوت، لان طبعا ثلاث اشكال وكل شكل بسعر. يلا بينا بقى نشوف السبع اشكال ان شاء الله يعجبوكم. اول شكل معانا الشكل البيضاوي ده برسمه السنبله، ما شاء الله شكله حلو جدا 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 زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله الرسمه بتاعتها هاديه جدا 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 وشكلها حلو قوي ما شاء الله. ده اول شكل ما شاء الله تمام. تعالى بقى نشوف تفاصيل الرسمه، ما شاء الله شكلها حلو جدا جدا، الماسكه بتاعتها محترمه قوي قوي قوي. تعالى كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، بعد كده بقى نشوف الشكل الفلات، حاجه جميله جدا جدا، الصينيه ما شاء الله فلات شكلها حلو قوي قوي. تعالى كده بقى نشوف الرسمه، شايفين الجمال والتشطيب، الذهب مع الفضه بصراحه، حاطط الصينيه في وضع تاني خالص، شايف الجمال، شايف الماسكه بتاعت الصينيه. تعالى كده بقى نشوف الصينيه لوحدها، شايف بقى الصينيه لوحدها عشان تبان الرسمه، شايفين ما شاء الله، شايف هنا الرسمه عامله ازاي، شايف الجمال. نسينا نقول ان الصواني مختومة 18/10 والصواني صيني. ده الشكل الستايل السعودي، اليد الذهب، رسومات اللي هي الكلاسيك ما شاء الله. تعالى كده نشوف الرسمة، شايفين الجمال، رسمة الباتر فلاي، ودي رسمة هادية خالص مودرن شكلها حلو قوي. تعالى بقى نشوف الرسمة لوحدها، آخر رسمة شايفين، شايفين الجمال، شغل عالي جدا جدا، ده شكلها اهو.